عايزين يا اخواتي على المهمه اللي جايه دي يا اخواتي. اتكلم كده ليه؟ اخلص. المهمه عايزه واحد حرش. اقعد حرش انت عامل كده لسه كمان يا عم، ايه الشلف ده؟ بعت لكم دعوات. دعوات تمام ماشي. انت فعلا انت شكلك شبح، فعلا شكلك فرساجي. يا باز كده مش العربيه واخدينها على رجليك ولا ايه؟ واخدينها على السما وانت ازاي؟ دي من الفلات الجديده ولا ايه؟ بس ايه بقول لك ايه، بيصرفوا جامد. صريفه. طب معلش مين اللي بيصرفوا؟ هم صريفه. هم مين؟ هم بقى بيقول لك لاندز افنجر نزلها يا عم. اخيرا في مكان اهو، في مكان وتركن. واوعى يابا. لا لا ما كان مين. انا عايز عربيتي يا ابني. هي مش محتاجه عربيه يا ابني، ده على النص. يا هات عربيه، هات بتاع عربيتك. ايه يا اسطى؟ الحق الحق، ده في ضرب هنا يا جماعه. بالله عليكم يا جماعه، اللي هيموت هنعيد الميشن. عايز تركيز. كم فينا يا عم؟ حته دراما يلا. لا ما تقولش. ايه ده؟ يا نهار ابيض، سمان على طول. يا لهوي انا دمي تفشل. اوعى. انا مش عارف اجيبه يا ابني. انا عايز اسوي. ايه ده؟ انا رتبت الغلط. هات العربية وتعالى، هات العربية وتعالى. لنا شهيد. مش هنساكس. علق صورتك جنب ميرنا بنتي اللي قدام دي. علق صورتي جنب الحمام. مش انت بتتكلم كل شوية وانت داخل. عارف انت تعبت من لما كان ماسك الصورة. التمب ده. اوعى. انا في الطفحات ما اعرفش امي. هو البوكسات اللي ورا دي ايه يعني؟ مغناطة يعني ما تقعش؟ ليه فيها عارف انت كنافة؟ مش عارف اجيب كل ايه العربيه. صوت كلاكس بس مرعب شويه، زعلان على مصري. صوته مطبوح بس كده. اعرف ايه الطريقه يعني فارجع يعني ولا ايه؟ ايه اللي خلاص كده؟ خلاص كده بقى، روح انت بقى طريقه كاميرا. خد ال 200، خد ال 200 جنيه دي وفسح نفسك. انا عايز حاجه بس، هو انت ازاي مش في المركز الاول؟ انا هجيب 5 كيلات واحنا زي بعض. انا في المركز الاول بجد؟ لا دي كوسه عادي. دي كوسه يا ابني. ايوه صاحب الطياره. ايوه ماشي حلوه. طب يلا غريبه يا عم. ايه ده؟ يا عيني العب عمر. سكر الرنج اهو. اثبت يا يلا يلا المفروض يلا يلا المفروض اخده ونجيبه. يلا بيجري ورا زي العبيط. بس يا ابني مش شايف حاجه من راسك الكبيره. عايزين في الخلعوات. اطلع يلا. اطلع يا ابن العبيط. بس بيجري ازاي؟ فكرني باحمد زكي ياض لما كان بيجري في الشارع. امرهم بقى، انت عارف انت بقى اللي فيها بقى، مش محتاج اقول لك. انا كان عايز كنت نفسي اجرب السلاح ده من زمان. او جرب عليا يعني وات ايفر. يلا مصر معاك الضحيه. خد والله 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 ما حال والله ما حرام فيك. يلا خد انت كمان. انا بتاع الراجل. الراجل بيقول لك غبيل في جناحك يا معلم، تقوم ضربه. الواد وقع، الواد وقع مغمى عليه وجنبه باكو. يا ابني انا بحدفانه عشان يساعدني ويرميها على الناس. عيل هتيا. ازاي حالتها؟ ازاي ايه ده؟ ده في باب هنا يا اسطى، يعني كل ده كنا ممكن نهرب. تعال ادي يا هبل. الله يرحمك. ايه ده انت بتنط يا ابني؟ يعني هو هينط وراك؟ ما اعرفش بقى يتصرف. ايه ده عمر؟ مصر مصر في كرومه. ايه في كرومه؟ ايه ده؟ تعال 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 يا ابني. ابعد عن ام الباب يا ابن العبيط. انا عايز اقتل الواد ده. الواد بصراحه بيفكرني. ايه ده احنا قعدنا؟ طب حاسب كده بقى. طب انا عايز اجيب النفاسه دي بس بالجزمه يزبط. مهمه كانت جميله. ما مهمات حلوه. ايه يا عم امال في ايه؟ وانا باخد الاربي بتاعي كامل. اه يا عم امال في ايه؟ ايه ده تمشي يا عم في ايه؟ تقريبا انت بتقل قوي على الكاوتش. انت واكل، انت واكل ايه امبارح؟ مش واكل ده، انا لحم بطن. عايزين بس هنقف بره نامن الدنيا كده، يكون في ظابط معدي دونالدز فاهم. انت عارف الباشا كفش. انت مأمن يعني صح؟ شيلها شيلها ولا ما نخش نفتحها عليك. يلا. سلام عليك. ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايوه عندي نص البرد الكلام اللي عندنا ده. عيب يا ابني. مش انا مش انا. ايه يوه جنون البار. احنا عاملين ازاي؟ جنون البار. الفلوس بسرعه. انا مش عايزها. انا هات الماج. انا بسرعه ولا عماد. عايز الراجل الهندي ده؟ لا اديله اديله. يلا يا اخويا بسرعه. يلا يا اخويا. مضفقه. اركب يا مجنون. استنى بقى كده. مش همشي من غيرك. مش همشي من غيرك. اركب يا مجنون. اركب يا مجنون. بتعمل ايه؟ اربع نجوم ازاي؟ ده هو حته بقى الهندي. بص بص ست بص كلهم. اي يلا يا ولاد خينا خزي. ده بقى حمد رام سعيد ولا ايوه خلاني اتزحلق. حرام عليك بقى، حرام عليك. صراحة مفيش غير امها النهارده. جروك الغلابة. يا جدع في حاجة. ايه ده؟ ده تبعنا يا عم. ماشي تبعنا.
هموتك يا شباب. فبيقول لك لا، بيقول لك لاند هنا. هو كتب لي عمر. يلا يا شباب. مش دي نفس المنطقة اللي كنا بنحارب فيها ال الروبوت اللي هم الناس الأقوياء قوي ده؟ يا عم شباب المشارات حلوة أهي. دخلنا مشارات الزبالة ليه؟ يا عم اسكت. على الأقل أنا دخلتك لمسز بيكر. كانت بتتصل عليك وتطمن عليك كل شوية. يا مستر وايت. كانت بتطمن على المهمة يا عم الاستغلالية يا بنت ال لا يا جدع. كانت بتطمن روحنا على لا لا ايه ده افنجر؟ ايه ده افنجر؟ ايه التهديك ده؟ ما حنزلنا ليه اصلا؟ لا لا افنجر بقى ماله الكاسه؟ كنترول بانل جوت كنترول روم ننزل يعني تاني ولا ايه؟ ابي بيقول لك انزل يا عم جوت كنترول روم يا جدعان احنا هنهزر وفوق عندك بتاع الحمراء اللي بتستفزنا ايه؟ عادي عادي هي الحاجات اللي بتتكسر يا عمر عادي لا مش شايفها ايه؟ في واحده ثانيه اهي ثواني يلا ايه؟ في ايه في الكنترول روم؟ بوش بوتن بوش بوتن اوعى ايه ده؟ اوبا دول جايين ايه يعني في ضرب طول عمرنا بنضرب ده في مراكب جت بتهيألي ايه ده يا عمر؟ تعالى تعالى لا 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 لازم السر في مركب بتضرب تحت الميه قتلني طب زق زق وانا اعمل لك الطريق بتاع لا لا لسه في برضه ناس على الشمال صعب عمر فين واحد قدامي؟ هنقول لهم انتوا هفقات ونضرب قول لهم قول لهم انتوا كيوت والله بس مش شهر مبطل هنستعبط كده قاعد قدامنا تاني اوعى وراك اوعى ظهرك اوعى راسك اوعى مناخيرك جاي وراك يا اهلا بقى يا جدعان سبتوني يا اخواتي تملى عليك تملى عليك لاعب بيضرب من على الشمال حد شايفه فوق الدور الثاني زقه 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 واطلع اجري راح الثاني برضه فوق على الشمال في خندق ما تقولش اللي هو كل شويه الراجل ده بيرزبد بس انا كده انا فضلت اعمل كده وعملت فيها عبيط ولا ايه؟ بس عشان يقفل لك الحاجات المحجوبه لان هو ما بيلعبش في البنج اصلا حقيقيه من الارقام مش حقيقيه برضه خد كفر يا ولد كله على كله كله على ما تقول له قول له ايوه ايوه قول له بص بص والله تحيه تحيه واقفل لي اعمل فيها عبيط وكمل ازاي واحد هنا مش عارف فين يلا ما علينا كله على كله لما تشوفه قوله قوله كله عمال يقولوا لوزر وهو ورايا شوفه قوله كله تخيل انت مصري في حرب انت هتقول للعدو اللي قدامك يا لوزر يا لوزر ايه ده ايه ده مش في دماغك شبه اندر روتيت لما خرج من السجن اندر روتيز الدارة دي مش متفاهمة واد ربنا معايا اه يا عم زقه 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 ده لسه فاضل واحدة كمان طب هو انت بتضرب عليك على كام دور عمي خلي اللي يضرب يضرب ده كله كلام في الظهر ده دودي بيضرب بمسدس خرز عادي اركب 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 تقريبا انا ركبتها غلط كده ان هي هيتضرب عليها ضرب يا عم لسه يا شباب بالراحه يا شباب بالراحه في صاروخ الضرب والله حته ميشن بالبلازينا سهله قوي جميله بصراحه يا ابن الذين انا اشيل يا جامد ايه وصلنا لارض الوطن غانمين سالمين وصلوا يا ابن البضاعه ايه ده الجنرال مخدرات يا باشا في الاسر الضحايا فلوس برضه ولا ايه طب فلوسنا حضرتك احنا متنا ضحايا حرب بص الحزن في عينه ازاي 43 يا اخي طب تخيل اوه لا الار بي جامد صدق اوه الار بي فعلا حلو بص يا اخوانا انت بكره انت بكره قاعدين ولا هتعملوا ايه انا بكره واقف يا اخي ربنا زورك